شاء الله رب العالمين. يعني كان بداية شهر 5 شهر مبارك في هالأمطار الغزيرة التي تهطل علينا في ستاتن آيلاند. يعني شهر 4 وشهر 5 قضته مطر. هذا بسموه ابريل شاور. يعني زخات شهر 4 ولكن احنا هلا في 5-5. وهاي الطريق او الشارع اللي بيؤدي لدار غسان الزكات. وكان طالب مني في الزمانات اني اصور له اياها، اصور منطقة داره لانه مشتاق الى ستاتن ايلاند. راح الشاور. نكاكيت هلا. على كل حال يعني اسبوع على هذا المعدل وعدنا الى استعمال التدفئة. هذا مشان يكمل الخسارات ودفع الفواتير في هذا الشهر. لبداية شهر 5 رجعت على ساندلين وأنا في طريقي إلى محل ناصر الخميس. نشوف محمد الخميس. يوم السبت 5/5/2012. وهكذا أكون قد صورت لكم الطقس، حالة الطقس والجو في ستاتن آيلاند نيويورك. نستدعي من الله عز وجل أن يوقف هذا الشتاء والبرد حتى المشمشات يضلن على أمهن ونشوف ثمرهن السنة. أقترب من محل ناصر الخميس، محمد الخميس. والله ماني شايف سيارة أبو خميس هان. ما أعتقد إنه أنا. أوف لا هاي.